السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الروبورتاج راح نديروه على سياره هذه تخدمت في ورشه اخرى داروا سوبريسيون فاب اجير وجاتنا باش نعاودوا لها الخدمه تاعها خدمه تاع روتور. دوكا نشوفوا واش كاين فيها واش ما كاينش. قمنا بتعديل تاع الملف نكتبوه في السياره هاولينا كالكيلاتور كونتيننتال اس اي دي 370 هذا الغني عن تعريف اللي كاين في الكونغو كاين في كليو كارد جي تي لاين كاين في ديسير فاست روا اللي نخدموا في هذا بقوه ما عندناش حتى مشاكل معاه. دونك عمليه تاع كتابه تكمل ان شاء الله زيدوا نفروها ميكانيك ونتكلوا على الله. المهم كما العاده والعواد اللي بيريو لاين ديشابمون باش نحيو الفلاب هذا نحيو الفيترا بارتيكي اللي راه ثم هذاك وعندنا لا سوبريسيون تاع لافانوجير نديرو هذه تاع لا باز بريسيون دي هنا تسبريما باش ما يعودش البافيور يفوت لك من يروح يعود كونسومي لي تيربو والاوت بريسيون تسبريما منا باش من هنا من الكوليكتور ديشابمون ما يعاودش يدخل لي غاز ديشابمون نهائيا للفوق اللافانوجير باش ما يروح لها ما يروح للرفرواديسور نتاعها. هذه هي الخدمه اللي قانون والفكرة بارتيكل تاعها ولينا ثاني بعثناها تاع ليشابمون لقيناها ما هنا فاتحينو فرغينو ولكن داخل كاتاليزور زدنا ثاني درنا له ديترو كبار باسكو علاش في المنظومه تاع هاد السيارات داخل يتبوشا هاك ديترو كبار ارام لينا باش ما خلاص نكونفيرمي وما يعاودش يتبوشا وهاي لينا اللي نسبريميوها هنايا خدمة باش تولي قانون كيما اللي يديرها المصنع اللي ما فيهاش لافانجير باس بريسيون وما فيهاش فيترا باسيك ونكملوا الاجراءات تاعنا باذن الله تعالى. هنا بعد ما مونتينا الكاتاليزور كاينه واحد النقطه مهمه جدا اللي كاينه بعض الناس اللي ما يخدموهاش كيما هذه السياره لقيناها في هذه السياره الثانيه اللي لقيناها ما فيهاش. هذا لو فيترا بارتيكول عنده زوج سبتات جايين ستيل تاع كيما الحزامه يجي فوقه هنايا السبته هذيا باش تفيكسيه مع الموتور ما ايفيتي لو بروي ايفيتي كل شيء. هالينا بلاصه تاع البولونه تاعو فارغه ومن الفوق تروح تطلع باش تكروشي من الفوق وهذيا ما يركبوهاش كاين اللي ما يركبوهاش اكسبري باسكو ديرونجيو في الخدمه يخليها ويطيشها. هذه ماشي السياره الاولى اللي لقيناها كي نجيو نعاودوا في الخدمه تاع الناس نلقاوها فيها. دونك هذا الامور كامله متعلقه بالسعر تاع الخدمه اللي يخدم غالي ماشي يخدم غالي يخدم على حساب الاتقان تاع العمل تاعو واللي يخدم رخيص ماشي يخدم رخيص يخدم على حساب لافينيسيون تاعو ويروح بخفيف وتلاقي يروح. هذا هو الديفيرونس تاع السعر تاعه. سبته كيما هذه جايه في السياره يطيشوها لك ويخليك. كملت العمليه وتمت بنجاح ولكن بعد تعب طويل. هذه العمليه نتاعها اللي درناها علاش يقولوا سفيان يخدم غالي؟ ماشي نخدموا غاليين، نخدموا نطلبوا حق العمل تاعنا المتقن. هذه الخدمه تاعها الفيشي تاعها الملف الاصلي لقيناه فاز وتعبنا اكثر من اللي نخدموها من المره الاولى. والله العظيم لا شدتني معنا روطار بزاف حتى ريسكيت معاها قلت يا تبلوكي الميموار ونخسر واحده جديده يا تمشي لنا والحمد لله ربي وفقنا ونجحت.